من مدينة أوتاوا. ينضم إلينا زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بك في هذه النشرة. بداية، إلى أين يتجه مسار رد الفعل الكندي بعد مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي في هذه الأوقات؟ يعني أنا في تقديري أن الموقف الكندي لم يتضح بعد من هذه العملية حقيقة الوحشية، وننتظر. كما تعلم أن الساعة الآن في العاصمة الكندية أوتاوا تقارب الثانية بعد منتصف الليل، وبالتالي ننتظر صباح الغد حتى يتضح الموقف الكندي تجاه هذه العملية. ولكن في تقديري أن كندا ستحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية باستنكار وشجب هذه العملية ورفض هذه العملية، وستنتقد، ستوجه انتقادا لاذعا لإسرائيل، خاصة أن كندا الآن تبلور موقفا أكثر تقدما اتجاه المطالبة بوقف إطلاق النار والحرص على إدخال المواد الغذائية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن هل ربما يتحول الموقف من الاستنكار إلى الإدانة الدبلوماسية والسياسية إلى الضغط حتى السياسي والدبلوماسي، ليس فقط على إسرائيل ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية، كي تسحب الدعم العسكري أو على الأقل توقفه في الأوقات الحالية؟ يعني في تقديري أن الموقف الكندي لن يرتقي لمستوى الضغط على الولايات المتحدة أو لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم إسرائيل بالسلاح. يعني كما تعلم أن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لربما لا تسمح بهذا الأمر، ولكن لربما أن الحكومة الكندية تستطيع أن توجه توبيخا لحكومة إسرائيل، وهذا لربما أن يكون ممكنا، خاصة أن الحكومة الكندية الآن الحكومة الليبرالية تحتاج تقديم نفسها بشكل أكثر قوة اتجاه أو أمام الناخبين في الناخبين العرب والمسلمين في كندا، خاصة أن يعني استطلاعات الرأي اتجاه الحكومة الكندية لربما أن تكون مربكة أو لربما أن تكون مقلقة، وبالتالي الحكومة الكندية تحتاج إلى تحسين هذه الصورة الآن، وبالتالي نتوقع أن يصدر موقفا أكثر قوة مما سبق اتجاه هذا الأمر، خاصة أن هناك مواطن يحمل الجنسية الكندية من ضمن هؤلاء الضحايا. صحيح. الذين سقطوا نتيجة هذه العملية الوحشية أو فعلا التي بالإمكان وصفها بالعملية البربرية اتجاه هؤلاء الضحايا من المنظمة الإغاثية الإنسانية. أخيرا، ماذا تقول الدوائر السياسية الداخلية بكندا وغير السياسية أيضا اتجاه هذا الأمر أم بشكل عام اتجاه فيما يتعلق بهذه العملية بالتحديد، استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي ويعني مقتل جنسية كندية في هذه العملية؟ يعني في تقديري أن الأمر كما قلت لك لا زال الأمر مبكرا لمعرفة الموقف الكندي سواء على المستوى الشعبي أو حتى على المستوى الرسمي في كندا، ولكن في تقديري أن الموقف سيكون موحدا اتجاه هذا الأمر، وسيكون هناك استنكار ورفض لهذه العملية، وسيكون لربما يرتقي إلى مطالبة الحكومة التي لربما تصدر بيانا باستنكار وإدانة هذا الأمر بشكل واضح. نعم. ولربما يصل إلى مستوى توبيخ حكومة إسرائيل، ولكن في تقديري أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن إسرائيل لم تعد تضع أي اعتبار لأي خطوط حمراء، ويبدو بأنها بالفعل فقدت صوابها
وتريد أن تخلط الأوراق من خلال توسيع رقعة الحرب على ما يبدو. وفي تقديرك إلى ماذا ستؤدي هذه العملية من الناحية السياسية والدبلوماسية؟ هل ربما تقود أي جهود دولية لوقف إطلاق النار؟ يعني الحراك الذي يسير في يعني الحراك الذي تقوده القاهرة والدوحة الآن في اتجاه يعني متطلبات وقف إطلاق النار، في تقديري سيكون الجميع سيحرص على استمراره، خاصة بأن هناك يوجد بارقة أمل أو تطور ما بأن إسرائيل تراجعت نوعا ما عن موقفها الرافض لإعادة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر لربما لا يؤثر كثيرا، ولكن سيعرقل أو لربما يقوي المفاوض الفلسطيني أكثر، ويجعل إسرائيل في مأزق حقيقي في لأن إسرائيل عمليا في هذه العملية خسرت أمام الرأي العام الدولي، وخسرت أمام المجتمع الدولي أيضا الكثير في هذه العملية في تقدير ذلك. من أوتاوا كندا، زهير الشاعر، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.